طبابة مع نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا بإذن الله. معايا أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر، بيكون معانا ضيف، وضيفنا بيكون من النخبة والنخبة فقط في مجاله. تواصلكم معنا حيكون على 012-616-1100، رسائلكم على 055-66-89-00-1. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظام آي أو إس، ادخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظام أندرويد، ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق، تقدر تسمعنا أي وقت من أي مكان بإذن الله. فيسبوك، تويتر، انستغرام، قناة اليوتيوب، كل على نفس الحساب ألف ألف أفم، سناب شات على ألف ألف أفم لايف. وعموما الحلقة اللي ما يقدر يسمعها كاملة بكرة بالكثير بإذن الله تكون موجودة على اليوتيوب، قناة ألف ألف أفم، تقدر تسمعوها كاملة اليوم زي ما قلت لكم الصباح. وإن شاء الله أكون شوقتكم كفاية، قلت لكم ضيفة رائعة جدا شخصيا، وأنا برتب معها الحلقة ما كنت أبغى أقفل لأن المعلومات جدا مفيدة والكلام جدا مرتب، وغير إني الموضوع نفسه من المواضيع اللي كثير بتحطنا في حالة صحية احنا ما نبغى نكون فيها، السالفة جدا جدا بسيطة. اليوم معانا دكتورة، أستاذ دكتور جميلة محمد هاشمي، بروفيسور التغذية العلاجية، تغذية إنسان، خريجة الولايات الأمريكية عام 2010، وخبرة أكثر من 25 سنة في مجال الغذاء والتغذية، وهي سفيرة النوايا الحسنة في مجال نشر الوعي الغذائي في المجتمع، وحائزة على جوائز عالمية ما شاء الله في الكثير من الأبحاث العلمية المنشورة في مجالات في مجلات عالمية مرموقة، ناشطة في الأعمال التطوعية، ونائبة مركز حي، وعضو في العديد من الجمعيات. والله يسعدكم، يعني هذا على قولها على عجالة كانت الوصف، يعني الوظيفة. أوقات هذه الأشياء تعطينا ثقة أكثر إن الشخص ناخذ منه الكلام وتريحنا وتطمننا أكثر وأكثر. أول حاجة نرحب فيها دكتورة جميلة، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، الله يسلمك ويعطيك العافية يا رب. الله يسعدك ويبارك في أيامك، وشكرا على وجودك معنا اليوم، إن شاء الله ما تكون آخر حلقة. الله يسلمك، أنا أشكركم على استضافتي وإن شاء الله ما تكون آخر حلقة بإذن الله تعالى. بإذن الله. بين التغذية، الصيف، الجفاف، الصيف من الأشياء اللي إحنا حتى مو متعودين إنه إحنا مثلا نعرف إنه هذه الحالة حالة عطش، يعني إحنا ما بنطلع بنمشي على رجولنا وقت مرة طويل، كله في السيارة، والمكيف بارد، نوصل البيت ما بنحس بحالة العطش كده بسهولة، إلا اللي ريقه ينشف مثلا، واللي يتذكر إنه ما شرب موية من ما أعرف متى. الصيف لي علاقة مرة كبيرة في الجفاف، والاثنين لهم علاقة بالتغذية. نعم التغذية مو بس الماء. فخلينا أول حاجة نعرف الجفاف كده بصورة بسيطة من ناحية يعني التخصص الغذائي. تمام، الله يسعدك. أول شيء حابة أقول لكم كل عام وأنتم بخير، لك ولمستمعينك الكرام. الجفاف طبعا هو نقص السوائل في الجسم. احنا سبحان الله جسم الانسان يتكون تقريبا من 50-70% ماء، تخيلي. يعني شوفي كل العظم وكل الاشياء دي اللي في جسمنا والاعضاء وكل كله بيوزن تقريبا فقط من 30%-20%، يعني الاطفال ترى كمان مستوى الماء في اجسامهم اكثر من كده. فالماء يعتبر جزء رئيس ومكون رئيس في جسم الإنسان البشري، وإذا نقصت هذه النسبة هي اللي تعرف بالتجفف أو الجفاف أو نقص السوائل، وبالتالي بندخل في مشاكل كثير. تعريف الجفاف يعني بصفة بسيطة جدا جدا ووسطة جدا جدا هي قلة السوائل في الجسم اللي قد تعرضوا لمشاكل صحية. إيش الأعراض لو جاء أحد يستشيرك دكتور جميلة، يعني إيش الأعراض اللي تعرفي أيوة لا هذا على طول جفاف، إيش اللي ممكن يقول مثلا، يقول إمساك مثلا، يقول بشرتي، يعني إيش الأشياء، يعني أنا متأكد أنها كثير بس خلينا نسمع عنها شوية. تمام، حلو حلو، سؤالك جدا جميل. طبعا في أعراض كثير، سبحان الله جسم الإنسان بيعطيك إشارات مؤشرات إنه ترى انتبه في حاجة something is going wrong.
فإذا الإنسان حس بصداع هذه يكون مؤشر من مؤشرات التجفف أو الجفاف. إذا كان الإنسان حس بإرهاق وتعب ما هو مفسر، يعني يكون نايم كويس وآكل كويس ومرتاح لكن برضو حاسس بإرهاق وبإجهاد وبتعب، فهذا كمان من العوارض. فزي ما تفضلتي الإمساك، زي ما تفضلتي شحوب البشرة، أشياء كثير يعني ممكن تكون زي مؤشرات بتقول لي ترى انتبهي أو انتبه أنتم داخلين في مرحلة جفاف أو عندكم نقص سوائل في جسمكم. يعني المؤشرات ممكن تكون من بين الأشياء الظاهرة زي البشرة زي وممكن تكون أشياء كده سبحان الله معنوية، يعني الشخص يحس إنه هو مرهق أو ما هو تمام. طب ليه ما بيميز دكتور جميل؟ ليش ما بنكون عارفين إنه أنا أحتاج موية مثلا؟ في كثير من الناس سبحان الله، كثير من البيشنتس وكثير من الناس واجهتهم في حياتي يقولوا إحنا ما نحس أبدا بالعطش. ما أعرف ليش، يعني سبحان الله أنا من الأشخاص اللي يعني دائما الحمد لله عندي عادة كويسة إني أشرب موية، أشرب موية كثير، فما أعرف هذول اللي بيقول لك في اليوم كله تخيلي يكتفوا بكاسة أو كاسين ويقول لك كمان احتمال إنهم هم ما يكملوها. فهو يعني دحين في مدرسة من المدارس أو نظرية من النظريات تقول لك أشربي حتى لو ما كنت تشعري بالعطش، حتى لو ما كنت تشرب العطش أشربي. أحيانا يكون المؤشر الجوع، يعني يعطيك مؤشرات دماغك يرسل مؤشرات للمعدة إنه أنا جيعانة، فهو مؤشر الجوع ومؤشر العطش واحد. أحيانا يكون فولس ألارم، يعني ممكن إني أنا تجيني مؤشرات إني أنا جيعانة بس كنت إني أنا شربت موية تروح هذه المؤشرات، فهو ممكن يكون مؤشر الإحساس بالجوع هو الإحساس بالعطش كمان. فالناس اللي مثلا ما تحس بالعطش لكن تحس بالجوع هي ممكن تكون أيضا جائعة ولكن لكوب أو كوبين من الماء. فهذا هو يعني هذا ممكن يكون مؤشر من المؤشرات كمان. ماليش أنا ما أعرف يعني صح ولا خطأ، خليني نتكلم بس فيها قبل الفاصل على عجالة كده، إنه ناس كثير يعني يقولك أنا إذا أحتاج مثلا 3-4 مثلا، أنا بقول إنه قوارير موية في اليوم خلينا نقول 8 يا ستي، يقوم يشرب 4 الصباح مرة واحدة و4 العصر مرة واحدة. يعني هو ظنت إنه هو أخذ كفاية، بس هذا يعني هذا الإجراء يعني أحسه ما أعرف، ممكن في بعض الحالات يسبب شعور بالغثيان، يسبب شعور بالقيء. يعني ليش يأخذها 4 دفعة واحدة وممكن يقسمها 2-2-2؟ هو شوف المتعارف عليه تقريبا استهلاك 8 أكواب من الماء، هذا اللي هو 2 لترز، هذا أقل شيء المينيمم، خاصة في بلد حار ورطب زي جدة، يعني جونا الحين داخلين في صيف ورطوبة عالية، فإحنا أتليست يعني أقل القليل هو 8 كاسات، لكن 8 وممكن نتكلم عن احتياج الرجل واحتياج المرأة من الماء وقديش بحتاجه في اليوم. يعني الرجال طبعا يحتاجوا أكثر من السيدات، فالرجل تقريبا 3.5 لتر من الماء، والسيدات بحتاجوا تقريبا 3 لتر من الماء في الأجواء الحارة والرطبة زي اللي احنا بنمر بيها الآن. جميل، هنطلع فاصل قصير مستمعين، واتصالاتكم على 012-61-61-100، أما رسائلكم على 055-66-89-01. خليكم على السماع. مكملين معكم ومعنا الدكتورة جميلة هاشمي، بنتكلم عن موضوع جدا شيق، موضوع الصيف، التغذية، شرب الماء، قلنا أقل معدل، وهو في الآخر يا جماعة ترى فيه حسبة، يعني الوزن والطول والأمور هذه كلها تحكم مرة كثير. وبعدين الشخص الرياضي اللي رياضي يعني اللي هو 3-4-5 ساعات في النادي الرياضي بيحتاج سوائل أكثر من الشخص اللي يعني كمان نسبة النشاط عموما بالصفة عامة بتتحكم مرة كثير بنسبة الموية اللي الجسم يحتاجها. يعني كثير مننا يفكر إنه الموية سوائل يعني فقط الماء. دكتورة جميلة، فعلا ذكرت نقطة جدا هامة اللي هو الإنسان الرياضي. طبعا الإنسان الرياضي زي ما تفضلتي بيفقد عرق أكثر من
الإنسان العادي. وعشان كذا اللي بيمارس الرياضة أيا كان نوع الرياضة لازم يشرب كوب من الماء قبل الرياضة، وبعدين يشرب أثناء الرياضة، وبعدين يشرب حال انتهاء أداء الرياضة. فهذه كمان قاعدة كذا على الهامش للي هم الرياضيين. الماء اللي بنحصل عليه مش من شرب الماء فقط، يعني مثلا إحنا بنقول 8 أو 10 أكواب أو 12 كوب، ممكن ناخد 8 أو 6 منها من الماء اللي هو الصافي أو كشرب اللي هي كاسات الماء أو قوارير الماء. لكن ترى إحنا إذا شربنا شاي برضو هذا يعتبر ماء، إذا شربنا أي من المشروبات ما عدا المشروبات السكرية، يعني بلاش إضافة السكر لأنه إضافة السكر بيدخلنا في مشاكل ثانية، لكن برضو يعتبر هو مصدر من مصادر الحصول على الماء. وكمان سبحان الله ربنا رب العالمين، يعني شوفي في الصيف بيطلع لنا فواكه وخضروات خاصة بهذا الموسم، كما أنه الشتاء له اللي هو فواكه والخضروات الخاصة به. فنجد أنه في الشتاء بتكثر اللي هي الحمضيات والبرتقال والأشياء دي، ليه؟ علشان الناس بتكون محتاجة لفيتامين سي، فيتامين اللي هو زيم، وبالتالي يرفعوا من مناعتهم ضد نزلات البرد. في الصيف بالمقابل بنلاقي أنه سبحان الله معظم الفواكه بتكون الفواكه اللي هي مليئة جدا بالماء، حتى الخضروات، يعني بنلاقي البطيخ، بنلاقي العنب، بنلاقي الخوخ، بنلاقي كل دي الفواكه اللي هي غنية جدا تقريبا، يعني زي البطيخ مثلا تقريبا إيش أقولك، يمكن 98% منه شكل موية يعني وشوية ألياف، فهو عبارة عن كمية كبيرة من الماء. أيضا الخضروات خاصة الخيار، الخضروات الورقية دي تقريبا 98-99% كلها عبارة عن موية المكون الأساسي فيها. فلو أنا يعني الناس اللي بتقول أنا ما أحب أشرب موية، طيب مو مشكلة، أنت ممكن يعني تطعيبي مثلا تاكل اللي هي يعني تروحي للفواكه اللي هي غنية بمحتواها من الماء، تروح للخضروات اللي برضو يعني غنية بمحتوى الماء، وممكن تشربي اللي هو المياه المنكهة. في ناس يقول لك أنا طعم الموية ما أحبه، طيب أنت ممكن عشان تشجعي نفسك أنك أنت تشربي موية أكثر، ممكن تنكهيها. يعني ناس كثير ينكهوا الموية مثلا بشرحات من الليمون، شرحات من البرتقال، فراولة، كيوي، أي نعناع، أي حاجة أنت تحبي طعمها ممكن تنكهي بيها الموية، وبالتالي تتشجعي أنك أنت تشربي كمية أكثر. أنا من الناس الصراحة اللي أحب أشرب الموية بموية الكادي أو ماء الورد أو ماء الزهر، يعني أحسها كذا سبحان الله مرة ترويني. ودوبنا خارجين من شهر رمضان المبارك، وأكيد كثير من البيوت كانوا يبخروا مويتهم بالمستكة، وبتعطي الصراحة هذه كمان يعني ريحة جميلة جدا للموية، وبتعطيها نكهة جميلة جدا وخاصية يعني مخصصة دائما في رمضان، معروفة ريحة المستكة والموية المبخرة. يعني المفهوم الخاطئ إنه الموية بس إني أنا أتحصل عليها من الماء الصافي، هو طبعا الماء الصافي مهم جدا، لكن زي ما قلت لك ممكن إن هو الإنسان بيتحصل على الماء أيضا من خلال طعامه، من خلال المشروبات الأخرى اللي بيتناولها في طول اليوم. يعني هذا بالنسبة، يعني إحنا ذكرنا فواكه مرة كثير، يعني هل الخضار ينطبق عليها نفس الشيء دكتور جميل؟ فعلا الخضار كمان ينطبق عليها نفس الشيء. يعني مثلا خذي مثال الخيار، الخيار مليان يعني فيه له كمية موية عالية جدا. كل الخضروات الورقية، الخس، البقدونس، الأشياء دي كلها مليانة بالموية، الجرجير، السبانخ، كل دي الخضروات يعني غنية جدا بكمية عالية من الموية. فدحين احنا في فصل الصيف، ياريت انه الواحد يعني يعمل له طبق سلطة في الغداء وطبق سلطة تاني في العشاء. وفي انواع كثيرة كثيرة من السلطة الان، يعني انت ادخلي بس على اليوتيوب فتلاقي يعني وصفات من السلطة
رائعة ويعني كمان بتدمجلك ما بين الفواكه وما بين الخضروات، فأنت تضربي عصفورين بحجر. يعني ممكن تاخذي كمية السوائل اللي محتاجها جسمك بتناول اللي هم مثلا الفراولة مع سلطة الفراولة مع الجرجير، وكمان تضيفي لها شوية من الجوز اللي هو الجاجع، فتخيلي القيمة الغذائية اللي انت تستفيدي منها، غير انك انت بتروي جسمك من الداخل سبحان الله. الكثير زي يعني احنا نرجع للفقرة اللي فاتت شوية كده بس وبعدين نستكمل. الكثير ما تعود دكتورة جميلة، يعني الطفل اتعود عصير مع الأكل وخلاص ما يرضى يشرب موية، يعني كيف أقدر يعني أسوي أخلي هذه عندي عادة خفيفة لطيفة؟ يعني في شخص ممكن يضر نفسه إنه مثلا يشرب موية كثير قبل الأكل، يقول لك منها أنحف ومنها مش عارف إيش، وفي مثلا يخلص أكل ويقوم شارب موية مرة كثير وفعلا تصيبه بالغثيان. متى الأوقات السليمة اللي حضرتك تشوفيها خفيفة ولطيفة وممكن، وفي اللي مثلا يقول لك لا والله ما أشرب موية آخر الليل، ما بعرف أنام طول الوقت أنا في دورة المياه الله يكرمكم، فكيف يقدر يوزعها بصورة تكون معقولة بحيث أنه كمان ما تأذي خروجه وما تأذي دخوله ولا نومه ولا أكله؟ برضو هذا سؤال جدا مهم وشكرا لك انك انت طرحتيه، بس في الشق الاول من السؤال اللي هو الاطفال احنا ما عودناهم. شوفي سبحان الله الطفل حسب ما يعودوا ابواه، فلو الطفل شاف يعني اول مدرسه للطفل هم الام والاب الناس القريبين المحيطين منه، لو شاف والله انه الوالدين عنده بيشربوا مويه وبيحرصوا على شرب المويه، صدقيني حتتكون عنده هذه العادة. هذا اللي هو بالنسبة، وإحنا لازم نربي هذه العادة الجيدة أو اللي هي عادة صحية غذائية جيدة في أطفالنا، هذا الشيء الأول. بالنسبة لأوقات شرب الماء، طبعا في مدارس كثير جدا للي هي أوقات شرب الموية، متى نشربها وكمية قديش نشرب. شوفي في مدارس يقول لك او مثلا حسب احتياج الشخص، لو انا انسان مثلا عندي وزن زايد وحابه اني انا اتخلص من شويه الوزن الزايد، فانا ممكن اخذ من كوب الى كوبين قبل الوجبه. طبعا هذا حيملأ لي جزء من معدتي، بالتالي حتكون كميه الاكل اللي حتناولها اقل، مو شرط انه يكون في شكل مويه، يعني انا ممكن اخذ كاسه مويه وبعدين أبدأ أكلي باللي هي مثلاً سلطة وشربة. طب هذول ما فيهم سوائل وهذول حيملوني تقريباً ثلثين معدتي، طب كده أنا حصلت على السوائل وكمان يعني حشعر بالشبع بصورة أسرع، وبالتالي مع يعني بعد فترة من الوقت ممكن أكيد إنه وزني حينزل. بالنسبة كمان ممكن في ناس ترى مو مشكلة أبدا ولا هو غلط إني أنا أتناول الموية خلال الطعام، يعني أثناء تناول الطعام مش مشكلة. ممكن إني أنا خاصة الأطفال الصغار أحيانا يصعب عليهم البلع أو شيء زي كده، فممكن إن هم يشربوا موية أثناء الوجبة. بعد الوجبة إذا أنا ممكن لسه أحب أخذ أشرب موية، ممكن إني أنا أشرب موية ما في أي مشكلة. طبعا أنا بتكلم على الماء اللي هو الماء العادي الصافي، مش شاي، مو مشروبات غازية، مش الأشياء دي كلها. أفضل وقت طبعا في مدارس كثير لشرب الماء هو عند الاستيقاظ صباحا. الصباح الباكر لو أنا قدرت أشرب كوبين من الموية وعليهم عصرة ليمون، يا سلام، يكون ممتاز جدا جدا جدا، حيبدأ يتنشط جسمي ويعني وتتعاد لي الحيوية وأبدأ يومي بنشاط. تصدقي إن هو ممكن ينشط الإنسان ويخليه مطحطح أكثر من كوب القهوة، فهذا وقت ممتاز جدا إني أنا أشرب فيه الماء. طبعا بين الوجبات أشرب برضو موية. ممكن قبل الوجبة إذا أنا حابة إني زي ما قلت لك نقص في الوزن، بعد الوجبة ممكن برضو الإنسان يشرب ما في مشكلة، خاصة في شهر رمضان اللي دوبنا خارجين منه
كان الواحد يعني يحس برضو بالعطش فيشرب بعد الوجبة ما في مشكلة ممكن يشرب. بالنسبة للشرب قبل النوم يعني لو كاسة مهم جدا، بس يعني بعض الأدوية ترى بعض الناس بيتناولوا أدوية ممكن تسوي تسبب لهم يعني تجفف في 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 الحلق أو شعور بالعطش ك يعني عرض جانبي أو سايد افكت. طيب هدول ممكن يخلوا كاسة عندهم يعني لا يشربوا الموية دفعة واحدة ولكن ياخذوها على أجزاء مراحل. نعم المراحل نعم. لكن شرب الموية قبل النوم أيضا مهم. في كمان نظرية بتقول طيب دكتورة جميلة بس معلش حقاطعك معلش سامحيني حنطلع فاصل هنستكمل في هذه النظريات لكن بعد الفاصل مستمعينا فاصل قصير جدا وراجعين خليكم على السمع. مكملين معاكم نستكمل بس في النظرية الأخيرة وبعدين نكمل أسئلتنا ونرجع لموضوع التغذية. تفضلي دكتورة جميلة. تمام كنت بتكلم عن اللي هي أو سألتيني عن أفضل أوقات لشرب الماء، فقلنا أفضل وقت لشرب الماء هو عند الاستيقاظ صباحا. طبعا في المدارس اللي هي شرق آسيا بيشربوا إلى 4 كاسات من الماء، هذا يعني شوية صعب، لكن الإنسان لو شرب كاسة أو يعني أو كوب واحد من الموية وعند الاستيقاظ وبعدين بالتدريج يزيد يكون ممتاز جدا. الشيء الأخير اللي هو قبل الاستحمام، قبل الاستحمام أشرب كاسة من الموية أو قارورة موية أو كوب من الماء يفيدني جدا ويحافظ على ضغط الدم وبيكون لأنه أحياناً الإنسان برضو في يستخدم ماء ساخن أو بيكون الحمام الله يكرمك شوية جو رطب ومكتوم فممكن يؤدي إلى التعرق، وبالتالي إذا شرب كاسة من الماء قبل الاستحمام ده بيحمي من مشاكل كثير. فهذه هي الأوقات المفضلة لشرب الماء. خلينا نقول إنه يا جماعة الخير يعني بس إضافة بسيطة يعني ما شربت قبل مثلا ما تدخل تتحمم يصير حتدوخ وحتتعب لي ترى سهلة الحكاية عادي خلصت حمامك طلعت يعني خلاص سويتي الشعر عملت رتبت أمورك لبس أشرب قارورة موية عادي معلش يعني صحيح أنه هذه كلها اللي بتتكلم عليها دكتورة جميلة تفضيلات يعني على حسب مدارس وعلى حسب نظريات معينة لكن لا يمنع أنه ما هي يعني ما هي فرض انت تقدر تنوع بينهم المهم انه في نهاية اليوم تكون شربت الموية باللي يكفي يعني جسدك ان شاء الله واللي خليك في حالة صحية طيبة. دكتور جميلة من الاسئلة اللي كثير تنطرح دائما وكثير يختلف عليها وفلسفة فيها مرة كثير نبغى نعرف الحلقة الاخيرة فيها موية باردة نشرب ولا موية دافية بدرجة حرارة الغرفة ولا على حسب المتواجد ولا على حسب الجو والفصل اللي احنا فيه. فعلا والله هذا الموضوع يعني في يكثر فيه الجدل، كثير ناس بتقول يا جماعة أنا مع أشرب موية باردة، ناس ثانيين يقول لك لا أنا أشرب الموية ساخنة أو دافية. فبرضو زي ما في مدارس لأوقات شرب الماء أيضا في مدارس اللي هي شرب الماء الساخن أو البارد. فشوفي يعني إحنا سبحان الله في القرآن يقول لك هذا مغتسل بارد وشراب، دائما يعني دائما نلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كمان كان يحب الشراب البارد الحلو. فاحنا ناخذ بنستقي مبادئنا من الدين الاسلامي، هذا ما يمنع انه للماء الساخن ايضا فوائد، فلكل منهما فوائد، لكن زي ما قلت في الاخر اني انا اخذ احتياجي من الماء. الماء البارد الصراحه يعني مهم جدا خاصة في فصل الصيف بعد مزاولة تمرين رياضي شاق يعني، وكمان اللي هو اللي الناس برضو تاني نرجع اللي هي حابة تنقص مثلا وزنها يعني بيكون الماء البارد أو حتى المثلج أفضل ليها. ليش؟ لأنه على بال ما الجسم يرجع حرارة الماء إلى درجة الجسم اللي هي 37 فبياخد يستهلك سعرات حرارية أكثر.
وبالتالي ممكن ان هو يستهلك سعرات حراريه او بيحرق يعني بيحتاج مجهود اكثر لحرق سعرات حراريه اكثر في عند تناوله للماء البارد. جميل. كمان تفضلي تفضلي. الماء البارد كمان ان هو سبحان الله بيطفئ الغضب وبيدي يعني له فوائد زي ما قلت لك كثير جدا. الماء الساخن يعني كمان على الطرف الآخر في كثير مدارس بيقولوا الماء الساخن مش الساخن الدافي، يعني يكون مثلا غلى بس لكن وصل لدرجة اللي هو الدافي زي ما بنشرب الشاي الدافي أو اليانسون الدافي، الأشياء دي الدافية في درجة الحرارة الدافية يعني بيكون هنا خلاص يروح على طول على الجسم مباشرة ويبدأ يعطينا فوائد الماء الكثيرة اللي يستفيد منها الجسم. فهو الإنسان حسب ما في أي درجة كانت وأي درجة تناسب الإنسان إنه هو يشربها ما عنده أي مشكلة، سواء بارد سواء دافي أو في درجة حرارة الغرفة ما في أي مشكلة، المهم إنه يشرب موية في أي درجة هو يفضلها. طيب هل تحسب ال مثلا المشروبات المنبهه الشاي والقهوه من السوائل ومن الاشياء اللي ممكن مثلا تهدي برضو يعني ترفع الرطوبه في الجسم او لا؟ ممكن انه احنا نعتبرها يعني خاصه لو ما كانت محلايه بالسكر فممكن نعتبرها، حتى العصير ممكن نعتبره جزء يعني بنسبنا تقريبا من 20-30 من كمية الفوائد اللي احنا نحتاجها. لكن المشكلة انه في هي المشروبات اللي هي زي ما تفضلتي المنبهة اللي فيها كافيين، هذه بتعمل على إدرار البول، يعني بتعمل على إدرار البول، بالتالي هنا احتاج استهلك كمية اكبر من الماء عشان يعني البول اللي انا هتخلص منه. فتخيلي يقول لك انه لو شربتي كوب من القهوه تحتاجي بالمقابل 4 كواب ماء علشان تتخلصي من تاثير الكافيين هذا اللي هو في جسمك. فهي انا ممكن طبعا نعتبرها خدعه. ايوه بالضبط خدعه. المشروبات أيوة. المنبهه اللي انا اكتشفته الان انها خدعه، يعني تدعي أيوة. احساس السوائل لكن بيكون النتيجه عكسيه، هي بتسحب السوائل غالبا بتخلص الشخص من السوائل اللي في الجسم. لا. طيب دكتور جميله، يعني هل مثلا في فصل الصيف، يعني عشان كمان نركز في موضوعنا شويه، في فصل الصيف هل تفضلي مثلا يعني احنا قلنا تكلمنا عن السلطات والخضار الموجوده فيها والفواكه، الحساء، الشوربه بانواعها، هل هي برضو معانا في اليوم، معانا في الشلة اللي احنا بنتكلم عنها ولا لا؟ والله أكيد معانا في الشلة لأنه يعني مهم جدا، والحساء أو الشوربة طبق مغذي جدا جدا خاصة للأطفال، يعني الأطفال اللي هم ما يحبوا يأكلوا دا وما يحبوا يأكلوا دا ويغلبوا الأمهات وزي ما تفضلتي ما برضو بيشربوا كفاية من السوائل، فكل هذه المصاعب ممكن ان احنا نتغلب عليها بتقديم طبق من الشوربه او الحساء للاطفال. وممكن طبعا الطبق الشوربه ده يحتوي على خضروات، كميه خضروات رهيبه كبيره جدا، وممكن ان انا يعني اهرسها فما الطفل او حتى مثلا في ناس كثير ما تحب مثلا برضو الخضار، لكن لما انا اهرسها فبتصير مش حتى عارف ما يعني ما يعرف ايش اللي موجود فيها، ايش المكونات اللي فيها، فهذه خدعة ثانية زي خدعة المنبهات. الشربة من الأشياء الجيدة جدا من الأطعمة، يعني اللي هي صراحة مغذية ومفيدة وتمدني أيضا، تمد جسمي بكمية أو جزء من السوائل اللي يحتاجها جسمي. فياريت إحنا نبدأ أكلنا بطبق زي ما قلنا من السلطة اللي هو يحتوي على خضروات وفواكه مع بعض، وهذه الريسيبيز أو الوصفات مليانة، والشيء الثاني اللي هو طبق الشوربة، فكده برضو أضمن أني أنا أخذت كمية من السوائل اللي يحتاجها جسمي بصورة غير مباشرة ومش عن طريق الماء،
يعني عن طرق حتى الغذاء. اتكلمنا عن كثير من الأكلات الصديقة يعني في فترة الصيف واللي مليئة بالسوائل، هل في يعني أكلات نعتبرها نقدر نقول عدوتنا في هذا الفصل يا خليها أبعد أكثر بتزيد العطش؟ والله طبعا يعني تقصد الأكلات اللي هي في الصيف نبتعد عنها يعني بلاش منها لأن هي بتزيد العطش يعني بعكس. أيوة طبعا طبعا في أكلات كثير في الصيف يعني ياريت إنه إحنا نتجنبها ونبعد عنها لأنها فعلا بتزيد من العطش. أول حاجة اللي هي المقالي، أي حاجة مقلية يعني البروست تشيكن، التشيكن البروست، فهذه تسبب عطش فظيع وترفع من يعني يحس الإنسان إن هو يحتاج لشرب كمية من الماء بزيادة. الأشياء كل الحوادث الأشياء اللي هي فيها كثير توابل، اللي فيها كثير ملوحة زي المخللات، الأشياء هذه كلها اللي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، هذه كلها تؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش. وأنا في نفس الوقت لو ما شربت موية كفاية ممكن هي تعمل لي احتباس للسوائل في جسمي، يعني ممكن تحتبس السوائل تحت الجلد، ويلاحظ الفرد الشخص يعني اللي هو عنده احتباس سوائل بتنتفخ بعض أجزاء جسمه زي مثلا الأيادي أو الأرجل. كيف أعرف إنه عندي أنا احتباس سوائل؟ لو ضغط بالإبهام على جزء من مثلا على يدي لمدة حتى ثواني معدودة وأرفع الإبهامي أو إصبعي، فحلاقي إنه الضغطة أثرها موجود، فأعرف إنه هنا عندي احتباس سوائل، هنا لازم أنا أبدأ أشرب موية عشان أتخلص وأمتنع أو أقلل من استهلاك الصوديوم. هو الصوديوم هو اللي بيعمل احتباس السوائل. جميل. خلينا نقول قبل ما نطلع الفاصل، لا نوصل للعلامات، لا نوصل لمضاعفات العطش، لا نوصل لإنه إحنا نوصل لمرحلة إنه يصير مؤثر ونصير نعالج هذه المشكلة. في موضوع جدا لطيف لكن بعد الفاصل في آخر فقرات نحن نتكلم فيه، خليكم على السمع. مكملين معاكم. علامات كثير يمكن في استضافاتنا حتى الأطباء كثير ويعطيها العافية دكتورة جميلة برضو ما قصرت معانا الصراحة، ضافت على المعلومات معلومات جدا مهمة وجدا، والأهم من هذا كله سهلت لكم الموضوع أكثر، يعني أخذتها من وجهة نظر جدا جميلة، تكلمت معاكم بود في هذا الموضوع. من الأشياء اللي دائما يتكلموا عليها الأطباء دكتورة جميلة إنه يعني لون البول من المؤشرات اللي جدا واضحة. فعلا اللي هو كيف أعرف أني أنا ما بأخذ كمية كافية من السوائل أو الماء؟ طيب أول حاجة قلنا أول مؤشر ممكن يكون الصداع. الصداع هو مؤشر، لو الإنسان يعني حاس بصداع معناته انتبه ممكن عندك نقص سوائل. الشيء الثاني اللي هو ممكن أشوفه بعيني اللي هو لون البول. الله يكرمكم، كل ما زاد لون البول يعني ميل للاصفرار أو زاد في لون درجة الأصفر، معناته إن هنا أنا كمية الموية اللي بتناولها ما هي كافية لجسمي. وبالعكس كل ما صار لون البول فاتح يعني تقريبا يميل للأصفر الفاتح جدا، فهنا أعرف إني أنا بأخذ موية كفاية. فيعني أيضا اللي هو إني أراجب وأشوف لون البول، هذا مؤشر مهم جدا ممكن يدلني على أنا بأخذ كفايتي من الموية ولا لا، وهو مؤشر جدا. وأشكرك أنك أنت برضو يعني أشرت في هذه النقطة. جميل. من المعلومات اللي عندي يا دكتور جميلة ويريد تصحيني يمكن أنا أخطأ فيها، يعني من الـ الأكلات اللي إحنا متعودين يعني الرز واللحم، يعني من الآخر متعودين إنه البروتين يكون جزء لا يتجزأ من يومنا، صبح بيض نيجي الظهر، يعني ما شاء الله ما إحنا مقصرين في الـ البروتين الحمد لله، وهذا شيء طبعا جدا مهم.
لكن هل فعلا البروتين من الأكلات أو من المواد الغذائية اللي لابد أن الشخص يعني يزيد السوائل في الجسم، يعني لما يكون بيتناولها بشكل مثلا زيادة أو شكل حتى معقول، لأنه مثلا لاعب رياضة يعني، أو أنه مثلا يكون ماشي على نظام معين في نسبة البروتين أعلى؟ البروتين طبعا يعني جزء مهم جدا للإنسان إن هو يتناوله، لأنه له دور كبير جدا في تجديد الخلايا، في النمو، في تركيب العضلات، الشعر، الأظافر، الهرمونات، أشياء كثير كثير بيدخل البروتين في تكوينها. لكن تخيلي كمية البروتين اللي مطلوبة في اليوم، يعني إحنا لو قسمنا احتياجاتنا نعرف إن احتياجاتنا 100%، فنص الاحتياجات هذه تجي من الكربوهيدرات أو اللي هي النشويات، والكربوهيدرات اللي هي المعقدة أفضل، يعني نقول 60% كربوهيدرات أو 55% كربوهيدرات، يعني هذا نص أو أكثر من نص. من 20-30% من الدهون. تخيلي البروتين أقل شيء يعني من 15-20% على حد أقصى يكون بروتين. البروتين على يعني هو مهم جدا، لكن الإفراط في تناوله كمان بيجهد الكلى. ليش بيجهد للكلى؟ الكلى لأنه آخر منتج، يعني العضلات اللي بتفضل من اللي هو هضم البروتين اللي هي الأمونيا والنشادر. فهذه لو صارت بكمية كبيرة ممكن تتراكم في الكلى. طبعا الكلى هي اللي بتخلصنا منها، وبالتالي لو ما شربت أنا كفاية من الموية مقابل لطرد هذه الأشياء من جسمي، فممكن برضو أتعرض لتعب وإجهاد، ويعني حيضر جسمي. الكلى طبعا احنا عارفين انه هي جزء مهم جدا للجسم، فبلاش نرهقه بزيادة عن ما يحتاج، حتى نحافظ عليها يعني بعمر مديد إن شاء الله هي بصحة وعافية. فناكل البروتينات دي اللي هي الكمية المحدودة، وما نحاول إن إحنا نصرف في أكل البروتينات، لأنه كل شيء سبحان الله لا إفراط ولا تفريط، إحنا أمة وسط. كل شيء والله لو أخذنا هذه القاعدة لكل شيء في حياتنا اللي هو لا إفراط ولا تفريط الوسطية، هنعيش بسلام. من يعني نعم من الـ من الـ من الأشياء اللي يحتاروا فيها الناس مرة كثير، يعني شرب الماء خلال النهار، شرب الماء في الليل أفضل، يعني الوقت قصدك اللي هو هل يفرق النهار عن الليل؟ شوفي سبحان الله، هو المهم إني أخذ القدر الكافي من احتياجي للماء. حسب يعني شوف احنا كيف في رمضان بنقلب، يعني بيصير بنشرب الماء اكثر في الليل، فحسب. لكن عموما الشيء الطبيعي يعني الناس كلها اللي مفروض ان هي معتاد عليه تستهلك الماء في النهار يعني اكثر، لانه الانسان بيصحى وبيكون بيزاول نشاطه وهذا في اللي هي الاحوال العاديه. اما في الليل فممكن يعني الواحد يقلل كميه الماء، خاصه لو عندهم مشاكل، يعني في ناس مثلا بتقوم كثير الله يكرمك للحمام وهذا بيقلق نومها، وإذا النوم ما هو مضبوط إذا كان يوم الإنسان برضو حيصحى بمزاج معكر، وبيكون أداؤه مش بالطريقة المطلوبة أو المرغوبة. فيعتمد على الإنسان، هل أنا أفرض مثلا في إنسان دوامه في الليل، طب أنا إيش أعمل؟ طبعا يصير هو يشرب في الليل، فحسب يعني حسب كل شخص كيف. لكن الطبيعي النورمال لا طبعا يكون استهلاكنا في النهار اكثر من الليل. جميل. هل في مثلا مواصفات معينه للمويه اللي يشربها؟ يعني في احنا نطالع في القاروره في نسبه مثلا صوديوم، نسبه مش عارف ايش، بتفرق هذا في ترطيب الجسم؟ برضو هذه ملحوظه حلوه. طبعا الماء يحتوي على حاجه اسمها الكترولايت. الالكترولايت اللي هي
بعض الأملاح المعدنية زي الصوديوم والبوتاسيوم بيحطوا فلورايد بيحطوا يعني الفلورايد هذا طبعا لحماية الأسنان كلها بمقادير مدروسة. بيفرق من شركة لشركة, بيفرق من موية لموية. في تسمعي ماء قلوي, في ماء يعني تختلف أنواع المياه. مهم جدا جدا أني أنا أقرأ الملصق, وإن شاء الله ياريت نعمل حلقة عن الملصقات الغذائية. جميل. نهى عزيزتي ياريت. نعم. ياريت فعلا, فمهمة جدا أني أنا أقرأ الملصق اللي هو وراء الموية. هم حيكتب لك فعلا زي ما قلتي كمية الصوديوم كمية البوتاسيوم. يعني هذا الإنسان العادي الشخص العادي الصحي السليم إن شاء الله بإذن الله ما تأثر عليه. فين لازم أنا أكون جدا واعية للناس اللي هم عندهم أمراض معينة يعني يحتاجوا كمية محدودة جدا من الصوديوم زي مثلا مرضى القلب, فهدول لازم يقرأوا بعناية الملصق ويشوفوا كمية الصوديوم الموجودة. يعني هو الصوديوم أهم حاجة أني أنا أراعي كمية أو أقرأ كمية الصوديوم. لكن عموما كل شركات المياه بتحط هذه الإلكترولايت بكميات مدروسة طبعا بتتم بموافقة يعني هيئة الغذاء والدواء وبتكون موجودة. يعني التشكيك في بعض الأمور, احنا وصلنا لنهاية حلقتنا يا جماعة, التشكيك في بعض الأمور ما ينفع. خذ من نسبة الرطوبة اللي انت تحتاجها, ودائما ذهابك للطبيب والتشيك اب والفحص والحاجات هذه كلها جدا مفيدة. والأفيد من كده الوقاية هنا في الحالات هذه بتكون عن طريق زيارة يعني مختص التغذية. أنا واحدة أكل سبايسي مرة كثير, هل مثلا كذا, هل كذا, هل الرطوبة بتتأثر في جسمي, هل هذه الأشياء اللي في وجهي. وبعدين حيوجهك وما حيحصر العلاج عنده, حيقولك لا هذه مثلا تروح جلدية ومن هنا ناخذ الموضوع لكذا. في أمور كثير سبحان الله فعلا تحلها كاسة موية. ناس كثير صدعوا وفعليا كاسة موية كانت هي الحل, كان سبب الصداع الرهيب هذه الرهيب هذا قلة الموية. شكرا دكتورة جميلة على وجودك معنا, يعطيك العافية, ما قصرت. الله يسلمك, شكرا لكم وشكرا لاستضافتي. بس حابة إضافة بسيطة أخيرة خاصة تسعد السيدات, إنه ترى أشربوا موية لأنها بتحسن من البشرة وبتفتحها وتحسن من الشعر وتلمعه وبتأخر علامات الشيخوخة. فجعلنا من الماء كل شيء حي سبحان الله. أوصيكم بشرب الماء. شكرا ليكي, شكرا يا العافية, والله حقيقي ما قصرت معنا, ان شاء الله تستفيدوا. حلقه ممتعه جدا ومفيده عارفك. جدا تلاقوها على قناه اليوتيوب, على قناه الف الف اف ام على اليوتيوب, وان شاء الله تستفيدوا دائما منها. ارجوكم هذه الفتره لا تعرض نفسك, يعني بنطلع يمكن هذا الموضوع ما لحقنا نذكره, حقيقي الحوار معها جدا ممتع. لكن من الاشياء اللي جدا كمان مهمه يعني نحطها في بالنا, بنطلع مو بس بيكون في تمارين رياضية, في مشاوير زايدة, في تشميس حبايبي التشميس, هذه الأمور كلها لازم مراعاتها ولازم تقدر لا تحرم نفسك من المتعة, لكن في نفس الوقت حاول تعوض جسمك بالمواد الغذائية اللي يحتاجها. شكرا لكم على حسن الاستماع, شكرا هالة منصور, حقيقي اليوم بالذات مرة شكرا هالة منصور, شكرا لكل اللي سمعونا واللي ما سمعونا. على أمل الجدد لقائي فيكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج كامبو الساعة 10 الصباح. كنت معكم نهى سعدي في عمل كريم, وتبقى على بعض.